بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح. الله، بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيه الألوهية وإنه ملهاش وإنك لازم تأخذوا الأشياء عن مصدر واحد هو الله، أراد أن يكلمنا عن موكب الرسالات. ليه بيتكلم عن موكب الرسالات؟ لأن الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده، يمكن النظرية تنسحب عليه لك هو كلام، إنما حين يكون له إيه؟ واقع في الكون، يبقى الواقع يؤيد الكلام الإيه؟ يؤيد الكلام النظري. ولذلك احنا لما بنحب نضخم مسألة من المسائل في دائن اجتماعي بيقول لك نعمله رواية. رواية يعني ايه؟ ما حصلتش حقيقة، نقوم نتخيل انها ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ نبين الامر النظري في ايه؟ نبين الامر النظري في واقع. فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن موكب الرسل علشان يبين لهم أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة، وأمامكم سجل التاريخ وأحداث الرسل مع أمامهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين. فإن كان قوم انتصروا على رسلهم ابقوا ادوا لنفسكم أمل أن تنتصروا على مين؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا إذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي، بس قد يكون العلم باهتا طال عليه الزمن فربنا سبحانه وتعالى يعملها إيه؟ يقول لك بقى طب اشمعنا بقى موكب الرسالات جاب أول حاجة نوح، ما جابش ليه آدم، ما جابش ليه إدريس، ما هم دول كانوا إيه؟ أهدي الشبهة اللي خلت ناس يقول لك آدم مش مين؟ مش رسول. ليه؟ ظنوا أن كلمة رسول تقتضي أن ربنا يبعثوا إلى جماعة موجودين، يرسلوا إلى جماعة هم موجودين. لم يفطنوا إلى أن الرسول إنما يرسل إلى نفسه أولا. الرسول إنما يرسل إلى إيه؟ وإذا كان آدم أول الخلق يبقى أول ما يجيله يجيل نفسه، وبعدين يبقى ينقل للي حقيقي لأن المرسل إليهم لسه ما جوش. الله، طب ودي قال لك إيه وكده؟ لأننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كده في ال واضح إنه الرسول، نقول له تعالى يا أخي طب ربنا ادى ادم التجربه في الجنه ان فيه امر لا نهي لا تقرب هذه الشجره، ووعى الشيطان واعمل مش عارف ايه، وقال له وبعدين وقع فيها ادم، هي تجربه، قال له انزل الى الارض وانت معك هذه التجربه، ان خالفت امر ربك يجي لك اللي جالك، واياك انت تتبع الشيطان هيجرجرك ويوديك مش عارف ايه. لما اخذ المنهج وطلع ربنا بقى قال له باشر مهمتك في الأرض،
تباشر مهمته في الأرض إزاي؟ أم قال لك في نفسك أولا، وبعدين اللي حيجي كما تعلمه ما علمتك من الأسماء. ما هو اللي جه يتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولاد آدم جم اتكلموا على طول ولا لا؟ ولا ربنا علم كل واحد الأسماء؟ الله، كما نقلت إليهم ما علمتك من الأسماء انقل إليهم ما علمتك من المنهج. ليه؟ لأن اللي علمتك الأسماء دي أنا عشان مصالح دنيا، وأنا عايز الدنيا توصل للآخر. وليه بقى نبعد؟ أما لك اقرأ، وعصى آدم ربه فغوى، مش كده؟ ثم اجتباه. ما معنى الاجتباء؟ الاصطفاء. الاصطفاء بإيه؟ بالرسالة. لمين؟ لنفسه أولا. وبعدين إيه؟ قال فإما يأتينكم مني هدى. يأتينكم مني هدى يعني إيه؟ يعني منهج أنزله عليكم. وهل الرسالة إلا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق؟ فمن تبع هدايا أو فمن اتبع هدايا. يبقى إذا قالوا منهج ولا ما قالوش؟ واجتبي ولا ما اجتبيش؟ ثم بعد ذلك تعالى ويا بقى، إذا كان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الشوية اللي جم من أول آدم لحد نوح اللي انتم بتقولوا عليه ده أول موكب الرسالة، يبقى إيه حكمهم دول؟ إزاي دول يبقوا إيه؟ يبقوا فين؟ طب ده هؤلاء القوم قبل أن يجيء نوح تكلموا بمنهج الله إزاي؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قربا قربانا. قربوه لمين؟ لله. الله، إذن الألوهية واجدة موجودة عندهم. من اللي يخبرهم بالإله ده؟ لازم أبوه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن فالله موجود، المتقي موجود، متقي والمتبع الايه؟ لئن بسطت الي يدك ايه لتقتل، ما انا بباسط يدي اليك لاقتل، اني ايه الله. طب ما هو ذا المنهج، اله ومنهج ويخاف، هو ذا الايه، هو ذا المنهج. اذن الذين يقولون ان ادم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك احكاما واحكام قضائيه، نقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا، أما كان لك أن تقول هذه مسألة لا أفهم فيها فلنذهب إلى أهل الذكر ليفهمونا وتحكم برضو بأنه مش رسول؟ أما المدة دي كانوا بيتعبدوا إزاي على من؟ أما إما يأتينكم مني هدى تيجي تعمل إيه؟ اكتباه تبقى تيجي تعمل إيه؟ ولاده قابيل وهابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من أين جاءوا بهذا؟ طب إيه السبب في إن بقى ربنا لما جاب لنا إيه؟ جاب لنا نور يبلنه؟ قال لك لأن آدم هو الإنسان الأول، ولما يخلف بينقل لأولاده ما لا يتهم بنقله. هو الأب لما يقعد ينقل لأولاده الأشياء النفع لهم، لكن لما يطول الزمن ثم تنشأ في غفلة. تنشأ في إيه؟ في غفلة. ما نقدرش نقول له بقى يا سيد ده لما جه آدم وربنا اداله رسالة طلعوا له كده ناس وقعدوا يعرضوه وكفار ما فيش يا أخويا، لسه ما حصلش، ما حصلتش الحكاية. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي، لا. ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه، نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه واضحة. عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بيخاطبه، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم ان الرسول قبل ان يكون مرسلا الى الناس لازم يشهد على نفسه بأنه رسول، ورسول لمين؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. كلمة قومه المفهوم السطحي بتاعها إن الناس المعاصرينه،
لكن كلمة قم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء، أهل القيام، القيام اللي هو الحركة للأشياء، فهم دول أهل الإيه؟ ولذلك القرآن يجي في آية تانية ويوضحها ويقول إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك أن قوم هم مين؟ ليه؟ أم قال لك لأن أمر المرأة دائما مبني على الستر، أمر المرأة كله مبني على الإيه؟ والحركة في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخرجك ابليس عن الجنه، لا يخرج. الخطاب لمن؟ انه عدو لك ولزوجك، ادي خطاب الاثنين، عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما، برضو الخطاب لمين؟ فتشقى، بس ما قالش فتشقى، مما يدل على ان المراه ملهاش دعوه بالاعمال الفوعليه دي. المراه قاعده للعواطف، قاعده علشان تحتضن الابناء، قاعده علشان تعمل للرجل ما يريحه، كل سيالها ايه؟ حنان وعاطفه وقرار واستقرار وقرن في بقى. وكل دي ما مهمتي، والقيام والحركه المين. فبقول فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. يبقى الكدح لمين؟ للرجل. والكدح ده هو اللي متطلبه القيام بقى، مش قعود. يبقى ولذلك القوم هم الذين يقومون، يقومون والباقي يبقى ايه؟ قاعد. ليه؟ لان هم دول اهل الايه؟ اهل الحرب. ولذلك الشاعر العربي لما حب يزم الحصن قال وما ادري ولست اخال ادري، اقوم ال حصن ام نساء، هم قوم ولا نسوان؟ يعني زي ما نقول هم رجالة ولا ايه؟ ولا نسوان. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم ايه؟ مقامي. الله، يا قوم، الاضافات اسمها اضافات التحمل، ومعنى اضافات التحمل أن تأتي بالإضافة التي تشعر مخاطبك بأنك منه وأنه منك. وأنا إن كنت أغش فلا أغشك لأنه كنت أهلي، لما تقول أهلي عشيرتي، زي ما يجوا بقى النائب لما يقعد بقى يقول إيه أهلي وعشيرتي وأنا أخذية، ويقعد يضيفهم لمين؟ يضيفهم ليه؟ الله، يبقى اسمها إضافة إيه؟ إضافة التحنن. يا بني يا ابني، شوف التحنن يعني ايه؟ يا بني، يعني ان كنت هغش الناس كلها مش هغشك. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، يا بني اقم الصلاة، يعني بقول ان انا بيني وبينك ايه؟ صلة واضافة تجعلني ان غششت الناس جميعا ما استطعت ان ايه؟ وبقول ولذلك ايه؟ يقول لك واخوان كذا. الله، يبقى إذن كل إضافات التحنن إيناس للسامع أن يتقرب ولا ينفع. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، كبر الكاف والبيه والري تأتي لمعنيين، مرة كبر سن، بس دي كتبقى كبر يكبر يكبر، ودي كبر يكبر، إن خدتها من العظمة من التعظيم. إلا أن التعظيم مرة يجي علشان يبين لك إنه صعب على النفس. فمثلا يقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة. من اللي قال كبرت؟ من اللي يقول كبرت كلمة؟ عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها. إن هي إيه الكلمة اللي كبرت دي؟ قالوا اتخذ الله ولدا، مش كده؟ لينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
من الذي يقول كبرت كلمة؟ اللي يقولك اتخذ الله ولدا هو يرد يقول كبرت كلمة تخرج. يبقى عظمت على من؟ عظمت على المؤمن. شقت وصعبت عليه أن يدعي خلق من خلق الله إن لله ولد. ومرة تبقى عظمت من جهة أخرى، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني عظم على المشركين وصعب وشق عليهم ما تدعوهم إليه من إن في إله واحد ولا في السيادة، ما فيش سلطان إلا لله، كبرت عليه. يبقى دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية الكافرين. دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية المؤمنين. فإن كانت الكلمة مناقضة للإيمان تبقى كبرت عند المؤمنين، وإن كانت الكلمة جاية وهي الكفر تبقى مين؟ تبقى من الكافرين. كبرت كلمة، أدي واحدة من اللي يقول كبرت كلمة؟ المؤمن. ودي كبر على المشركين ما تدعوهم إيه؟ إليه. إيه اللي هي إيه؟ إيه اللي شق عليهم؟ شق عليهم إيمان بإله واحد. إن كان كبر عليكم إيه مقامي؟ المقام نشوف كده. طيب إن كان كبر عليكم مقامي، قعد فيهم كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50، يبقى طولها أوي. وإطالة التقريع للكافر ده إيه؟ يخليه يبقى تقيل عليهم أوي. شوف بقى قعد يوعظهم كم سنة؟ قد إيه دي؟ يبقى أدى كبر عليكم، يعني أنا أو كبر تقيلت عليكم. لما تقول أنا والله يظهر تقلت عليك النهاردة، يعني تقلت عليك النهاردة، يعني حملتك ما لا ايه؟ ما لا تطيق. لانهم اراد نوح ان يخرجهم عما الفوا من عباده الاصنام فشق عليهم ذلك. يبقى اذن المبدا نفسه صعب عليهم، او طول المده في الوعظ صعب عليهم، او ان الاصل في الواعظ او في المبلغ أن يكون على مستوى القيام وهم قعود. مستوى القيام كان سيدنا عيسى حين الحواريين ويكلمهم ما يتكلمش عن قعود، يتكلم هو وإيه؟ وهو واقف. دي إشعار بشيء، إشعار إن مجهود الهدى علي أنا، وأنتوا قاعدين سلاطين، قاعدين مبسوطين، أنتوا قاعدين كويس في أمان الله كده، وهو اللي إيه؟ هو اللي واقف. فإن كان كبر عليكم مقام شق وعظم وصعب، إما أن تأخذها من ناحية ما يدعو إليه لأنه ضد منهجكم فيبقى صعب عليهم، أو من ناحية طول مدة الوعظ والتكرار في 1000 سنة إلا إيه؟ إلا 50 عام. أو إن كان كبر عليكم مقام، يعني إني قايم دائما فيكم وعمال إيه؟ أو أسكت. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ما دام كبر عليكم مقامي يبقى الكلام بتاعي يعجبك ولا ما يعجبكوش؟ مش عاجبني. يبقى انقسمنا الى قسمين، انا وانتم، كنا نحب ان نكون واحد، انما المساله ما دام كبر عليكم مقامي وبقيت تقيل عليكم. سيدنا عمر لما جه يعني في الخلافه وبيقولوا له يعني تولي عبد الله بن عمر، قال لا، بحسب آل الخطاب أن يسأل منهم عن أمتي محمد رجل واحد. وبعدين قال لهم أنا والله عارف أنكم ملتوني، لأنني بقى شديد قوي عليكم ومش عارف إيه، وبقيت تقيل عليكم، بقى دم تقيل عليكم، مش كده معناها كده؟ فإذا لما يبقى انقسموا قسمين، هو والقوم، يبقى هو لازم له اتجاه والقوم لهم اتجاه. قال اما انا فرحت فين؟ فعلى الله توكلت. يبقى انقسمت المساله، ما دمت كبر عليكم مقامي يبقى انا ما تنازلتش عن دعوتي، وانتم متضايقين مني وصعب عليكم، ساظل كذلك وان كنتم ستظلون كذلك. هننقسم قسمين، يبقى انا خدت جانب مين؟ على الله توكلت. في توكلت على الله، قد تتوكلوا على الله وتقولوا على الأسباب أيضا وعلى فلان وعلى فلان مثلا، إنما أقول على الله توكلت يبقى ما فيش شيء. ليه؟ لأن ما فيش حد منهم باين عليه الهدى. فعلى الله توكلت.
مدام أنا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الأمر، ورصيدي في ذلك هو من أرسلني. أنتم بقى شوفوا لكم صرف، وأنا سأدلكم على الصرف بتاعتكم، حتى عايز أهديكم إلى ما ينغص علي أمر دعوتي. الجدعان بقى أجمعوا أمركم، اقعدوا قاعدة وشوفوا لكم شوفة فيا. قال هو اللي بيعلمني، أنا على الله إيه توكلت، وما دام أنا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه فيا لا تضرني، المشورة بتاعتي. فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم يعني إيه؟ يعني خدوا أمر كده جماعة، مش مفرد، لا، اجتمعوا على قلب رجل واحد وقولوا ما، ثم اقضوا إليه ولا تنظروا. يبقى كم حاجة؟ أجمعوا أمره، ومعنى أجمع أمره أي جمع شتات الآراء كلها في رأي، في رأي واحد. هناك إيه؟ وأجمعوا أن يجعلوه إيه؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا إيه؟ أن يجعلوه في غيابة الجهد. أجمعوا، ممكن مختلفين، اتفقوا أخيرا على إيه؟ على انهم يطوفوا البيت، لان الاول كان بيقول واحد اقتلوه مش كده، او اطرحوه ايه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، ام واحد قال القوه في غايه الجب يلتقطه بعض السياره. هنا بقى تاخد ان برضو اولاد نبوه، اولاد ايه نبوه، وعاده الاخيار تنحدر فيهم اعمال الشر، يعني يجيب شر كبير وبعدين ايه، والاشرار تتصعد فيهم اعمال الشر. واحد شرير وبلغوا ان فلان شتم ابنه ولا حاجه، يقول يا اخي روح ايه اضربه قلمين، ولا خد الخرزانه دي واديله علقه كده، ولا هف رصاصه. الله، عمال بيتصعد في ايه؟ بيتصعد في الشر. التاني اهل الخير يتصعد في الخير. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نعلم أن نوحا عليه السلام ظل في قومه داعيا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وتلك مدة طويلة. أهي طويلة بحسب الأعمار أم بحسب نوح نفسه؟ المهم أنه ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وحين نقدر 1000 سنة إلا 50 عاما نجدها تتعرض لأجيال متعددة، فالجيل العقلي ينقسم إلى 20 سنة، فكم جيل من الأجيال ظل نوح يعالجه، ومع ذلك لم يظفر من المؤمنين به إلا بحمل سفينة معها الحيوانات أيضا. تلك مهمة صعبة. فقال لهم نوح إن كان كبر عليكم مقامي إقامتي فيكم ودعوتي إلى الله وأصبحت ثقيلا عليكم من كثرة ما كررت من الدعوة إلى الله ومن كثرة ما ناديت الأجيال المختلفة فسقلت وصعبت عليكم فلنجعل فاصلا بيني وبينكم. ما هو الفاصل؟ أما من جهتي فأنا توكلت على الله الذي أرسلني، وإذا كان قد أرسلني فإنه لن يخذلني، وسينتهي الأمر بخذلانكم أنتم فناء لكم
وبقاء للطائفة المؤمنة التي كانت معي لتكون خليفة لكم في الأرض تحمل منهج الله. إذن فهو من ناحيته قال توكلت على الله. وإحنا قلنا ما دام توكل على الله فلن يجد مجيرا على الله من خلق الله، لأن الخلق كله جماده ونباته وحيوانه إنما ينصاع لأمر الله في نصرة نوح، ولن يتخلف شيء. وقلنا إن الدليل الواقعي على ذلك أن ابنه حينما خرج مع القوم الكافرين به ناداه أبوه أن يركب معه وأن يؤمن، قال له لا أنا سأذهب إلى جبل، إذا بد أنه قد رأى جبلا يأوي إليه، نظر إلى جبل فظن أنه مأوى، ولكنه لم ينظر إلى جندي آخر من جنود الله يقف عقبة في سبيل الوصول إلى الجبل. حال بينهما الموج، جندي آخر وقف، فهو ظن أن الجبل منجل له، قال له لا ده فيه موج، وحال بينهما الايه الموج. إذن فقوله توكلت على الله لها الرصيد الإيماني من لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلن يخرج شيء عن ملكه. ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله في كن إلا الإنسان المختار، لم يخرج بطبيعة تكوينه، ولكن بأن الله وهبه من عنده أن يكون مختارا، ولو لم يهبه الله أن يكون مختارا لما استطاع أن يقف وكان جنديا من جنود الحق. أما هو فقال توكلت على الله، وهم قال لهم أشياءهم أجمعوا أمركم. ومعنى أجمعوا أمركم، الأمر حين يكون في إنسان واحد يهمه أمر من الأمور يظل يردد فيه خواطر شتى، نعمل كذا نعمل كذا، لا دي أحسن دي بلاش دي، يقعد يجيب أمور كتير. فإذا ما جمع الإنسان أمره، يعني جاب الخواطر كلها وانتهى إلى جمع الخواطر كلها في خاطر واحد، يبقى هذا أجمع أمره خلاص. فإذا كان الأمر متعدد الناس يبقى هم يجمعوا جميعا إيه أمرهم، الأمر الذي فيه ذوات الفرد والأمر الذي فيه اختلاف المجموعات، يبقى ده يقول إيه وده يقول رأي وده يقول رأي وده يقول رأي، وبعدين اتفقوا زي ما بنقول إيه أدنتم مجتمعين هم اتفقوا على إيه على رأي. الاتفاق على الرأي ده يختلف باختلاف عنصرية المجتمعين، إن كانوا أهل خير ينزلون بالشر، وإن كانوا أهل شر يصعدون بالشر. إزاي؟ أبناء يعقوب حينما حدث ما حدث بينهم وبين أخيهم من الحسد لمكانة يوسف من أبيه، قالوا إيه؟ اقتلوا إيه؟ يوسف، يخلو لكم وجه أبيكم، يتفرغ أبوكم لكم وما يبقاش حد يلفتوا عنكم، وتكونوا من بعده قوما إيه؟ نبقى نتوب ونعمل العملية دي بعد القتل ونبقى كويسين وخلاص وتنتهي المسألة. ده شر ما فيش كلام، لأنهم أبناء نبوة لا يزالون هم الأسباط، لا يصعد فيهم الشر إنما ينزل. ينزل يعني إيه؟ أم واحد قال لا بدل ما تقتلوه اعملوا فيه إيه؟ لا اطرحوه أرضا، يبقى خفف ولا ما خففش؟ ادي اول تخفيفه، اول درجه في النزول، نزول الاخيار عن الشر الاول. طيب جم برضو قال لك ايماني لما نرميه في ارض، يعني ام واحد قال لا القوه في غيابه الجب. طب ايه الفرق بين ده وبينه؟ يجي القول الحق والايه يلتقطه بعض السياره. اذن فمهمه الالتقاط والنجاه وارده على هؤلاء، انما في الارض يمكن سبع ياكلوا ولا بتاع، يبقى نزلت منين لفين؟
القتل ادي واحد اطرحوه ارضا. نزلت شويه قال القوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره. يبقى نزل الشر ولا لا؟ احنا قلنا لما الاخيار يجتمعوا على شر يقوم لازم ايه ينزل. زي الراجل الطيب يشوف واحد ضرب ابنه ولا ضربه ولا بحاجه يقول انا بدي اضرب الولد ده ايه رصاصه يموت يخفى من وشنا، ولا ما نضربه علقه كده بخرزانه كده، ولا نضربه قلمين، ولا نوبخه، ولا نروح نشتكي لابوه. بينزل بايه؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ الخير. الشرير يعمل ايه؟ يقول لك الواد اللي عمل كذا انا هروح الهفه قلمين، ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكرباج وادبه علقه، ولا على ايه انا اجيب له رصاصه واطيره. يبقى بيرتكب مين؟ يبقى بيرتكب الشر. فحين يجمع الامر يصفى اما الى خير واما الى شر. فهنا بقول اجمعوا امركم، يعني اجتمعوا كده مع بعضكم والزموا رايا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه. بقى هو اللي بينصحهم ده هم اعداؤه، بقى يقول لهم اجمعوا امركم. طب ده كان يقول لا انكم مختلفين علشان ما ينتهوش الى راي لانه عدو. لا، ده واثق من اني توكلت على ربي. فيجتمعوا زي ما تجتمعوا، زي ما نقول ما يقول العامة لهم عبارات تؤدي الفطرة بس بأسلوب العام. يقول له الايه اركب ايه اللي اعلى مفخرك اركبه، مش يقول كده. الله، يبقى اذا بيهدد ما لا يهدد الا اذا كان له رصيد من مين؟ من قوة. الرصيد بتاعه اني توكلت على ايه؟ انا متوكل على الله. فاجمعوا ايه امركم، اجمعوا امركم زي ما حصل برضو في مين؟ في يوسف. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، يعني انتهى رأيهم على كده عشان ينفذوه بقى خلاص. وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. يبقى الإجماع معناه إيه؟ الانتهاء إلى رأي ملزم ينفذ. طيب بس كده أجمعوا أمركم؟ قال لك لا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. أدي الثانية بقى أجمعوا، أدي الأولى، والثانية إيه؟ لا يكن أمركم عليكم غمة. الغمة هي إيه؟ منها الغمام ومنها الإغماء، اللي هي إيه؟ الإغماء فقد الوعي، ساتر العقل. الغمة هي ايه؟ ساتر الايه؟ الشيء. يعني قال لهم ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتودودوا، خليكم كده ايه صراحة كده، ما تخافوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا يكن امركم عليكم غمة تقعدوا تستروه وتعملوا، لا انتوا ايه خدوا راحتكم في المهم. وبعدين فاجمعوا ايه امركم ايه؟ وشركاء، احنا نسينا وشركاءكم، مش امركم انتم، لا انتوا تجيبوا شركائكم وياكم، شركائكم اللي هم اللي انتم بتعبدوهم، مش دول انتم بتعبدوهم لانهم مصادر قوه، هاتوهم برضو وايه وياكم، او شركائكم اللي زيكم في الكفر، اللي زيكم في الايه، يبقى بيقوي ايه؟ بيقوي العصبيه المضاده له، هو بيقوي العصبيه المضاده. ده الانسان في الوقت ده يخفف العصبيه المضاده له، ده يزودها. أم قال لك ما هو قودها من رصيد مين؟ إني توكلت على إيه؟ أنا متوكل على الله، هاتوا. طيب يبقى هذه آية، أجمعوا أمركم وبعدين شركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ما تخافوش، اعملوا بالوضوح كده والصراحة، ما فيش إيه ستر. ثم اقضوا إلي، ثم اقضوا، لأن من الجائز أن يجمعوا الأمر وانهم يدعوا الشركاء وبعدين يتنازلوا عن الحكايه دي. قال لهم لا ما تتنازلوش، اقضوا اليه. ايه الفرق بين قضى عليه وقضى اليه؟ قضى اليه، قضى يعني حكم، حكم نافذ، لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ، يمكن يقضي عليه ويوقف التنفيذ زي ما بيحصل عندنا. يبقى قضى عليه لكنه أوقف الايه؟ التنفيذ. لكن واقضوا إليه يعني اقضم عليه
وصيروا إلي ما قضيتم أي نفذوا أيضا. يبقى الاثنين، يبقى كم دلوقتي حاجة دلوقتي؟ أجمعوا شركائكم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إيه إلي. ما تقضوش كده وبعدين تقولوا بلاش تنفيذ خلاص، لا اقضوا إلي مش علي. يبقى قضاء إلي معناه أنكم قضيتم علي أولا ثم لم تتراجعوا في القضاء علي، بل صيرتم إلي ما أجمعتم الحكمة عليه. طب من الممكن أنهم يجوا كده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكرة ولا بعد؟ قال ولا تنظروني لا تمهلوني. يبقى كم قيد يكون؟ أجمعوا شركائكم لا يكن أمركم عليكم إيه غمة الله، وبعدين إيه اقضوا إلي نفذهم وما تمهلونيش. فيه تحدي أكبر من كده؟ تحدي للخصم المعاند اللي نوح في حاجة إلى أن يترقق معه. قال لك يا أخي ما ظل يترقق 1000 سنة إلا 50 عاما، والواحد يترقق 1000 سنة إلا 50 عام، وبعدين إيه اللي يحصل بعدين كده؟ مش لازم يجي لها فاصل؟ لازم يجي لها فاصل، والفاصل يكون أقوى، الهزيمة تكون أقوى حينما يجتمع عليك أمر خصمك بهذه الصورة كلها. يجيب الشركة يجتمع ويجيب الشركة ولا ويعمل بوضوح وبعدين يقضي وبعدين إيه ينفذ ولا يمهل. يبقى ده اسمه ايه؟ تحدي. ترقي في مين؟ التحدي. الترقي في التحدي ده معذور فيه نور، لانه 1000 سنة إلا 50 عام كان يعمل ايه؟ ده النفسيه العربيه حتى ليست متدخله في منهج السماء بل خلاف في الارض. يقول صفحنا عن بني زهل، بني زهل تعبوهم قوي وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وسهوا. صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للزلة إذعانه، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. مناجزة، لازم تناجز المسألة ولازم يفصل فيها. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم بعد التحديد ده كان المفهوم انه يقول لك يا اخويا هو بيتحدى ليه كده وعمال يجمع، هو اللي بيجمعني وهو اللي بيقول هاتوا شركائكم، هو اللي بيدلنا على مواطن القوه اللي نعملها فيه. ده دليل على انه ايه ده مش لوحده، لا ده وراه بقى حد. زي ما احنا نقول كده يقول يا الواد مترتب ليه يا اخويا، ايه الحكايه؟ ده لازم حد ايه؟ ده لازم حد تشد ظهره والا هو ما يقفش الوقفه دي كلها. فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد دي يخليهم يتلين بشريتهم، يلين جبروتهم شويه ويأمنوا. برضو ما عملوش، قال لهم ان عملتوا الحكايه دي وبعدين اصريتوا برضو على الحكايه دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي، فان توليتم اي عن دعوتي وعن الحق انا لا ادعوكم الى مثيل لكم هو انا، وانما ادعوكم الى من هو فوقي وفوقكم. انا مش عايز اخذ سلطه زمنيه منكم، انا مش عايز اخذ جاه، ده الجاه كله رايح لمين؟ رايح لله، والله مش عايز جاه منكم، ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض. يبقى المسألة كلها لمصلحتكم ولا لا؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. شوف بقى الوقفة هنا، ما سألتكم من أجر. الإنسان يمالئ عدوه ليه؟ لماذا يمالئ عدوه؟ لأنه يخاف أن يوقع به شر. ديا منهي لأن توكلت على مين؟ وأنا اللي بدلكم على مواطن القوة، يبقى الشر بتاعكم مش نافذ دي. طيب ما يمكن شر مصايح ما فيش إنما نفع يمتنع، قل هو أنا هاخد منكم أجرة بحيث أنكم لما ما تأمنوش هتضيع علي الأجرة؟ إذا لا تقدرون على إيه ضري ولا تقدرون على إيه؟ على نفع. ما دام انا لا تقدرون على ضري وانا لا اريد منكم نفعا، يبقى مركزي قوي ولا مش قوي؟ طيب هنا كلمه اجري، الاجر
هو ثمن للمنفعة. الأثمان عادة في المعاوضات إما أن تكون ثمنا للأعيان والزوات، وإما أن تكون ثمنا للمنفعة. واحد عنده بيت عايزين نشتري بيت، يبقى أنت بتاخد العين بتشتري العين، ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكه، نقوم نقول له اديني ايه اسكن فيه، تبقى انت ما خدتش البيت انما خدت ايه، خدت المنفعه. يبقى اخذ المنفعه يبقى المقابل له ايه اجر، واخذ الذات يقابل الثمن، اشتراء وثمن، انما ده استئجار واجاره. طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر، الاجر لا يدفع الا لطلب ايه منفعه، وطلب منفعة ملحة، طلب منفعة ايه ملحة. طبعا او ما دام طلب منفعة يبقى كان الاصول ان انا اخد اجر منكم على ان بهديكم للحق، يعني اصول الاشياء وتقويمها ان انا كان المفروض ان انا ايه اخد اجر. ولا يأخذ الإنسان أجرا على شيء إلا إذا قدم نفعا للمستأجر، مش كده ولا لا؟ ما دام هيقدم نفع للمستأجر يبقى يستحق أجر، أنا ما بطلبش أجر، فكأن عملي كان يجب أن يكون له إيه؟ لأن منفعته تعود عليه كنت، منفعته فكان الواجب، ومع ذلك مش هاخد منكم إيه؟ ومع ذلك مش هاخد منكم أجر، مش هاخد أجر خالص كده. أما لا، ده أنا بغليه، لأن أنا هاخد أجر من مين؟ من الله. أنت ستأخذ الأجر على قدر إمكانيات المستأجر، لكن هو عايز ياخد الأجر من مين؟ من الله. يبقى بيغليها ولا ما بيغليهاش؟ يبقى إياكم أن تقولوا أن التدين ده بيتعب، ما تفهمش أن لما واحد يؤثر على واحد وعنده خاصة ويؤثره بشيء ان ده يعني بيضحي، نقول له لا والله ده انت سلكت الى السلعه الطريق المربح قوي، وما حبيتش تاخد الثمن البسيط من يد العاجز البشر، وانما اردت ان تاخذ الثمن من مين؟ من الايه؟ من الاعلى. فان توليتم يبقى الجواب ايه؟ ذلك لا يضرني. ليه؟ لانكم لن تملكوا لي ضر لاني توكلت على الله، ولن تملكوا لي نفع لانني مش هاخذ منكم ايه؟ أجل. من العجيب أن كل مواكب الرسل حين تخاطب أقوامها تخاطبها بهذه العبارة، ما أسألكم عليه من أجل، ما أسألكم عليه من أجل، ما أسأل الله، إلا في قصة سيدنا إبراهيم وقصة موسى. سورة الشعراء حينما تكلمت عن هذه القضية جاب لنا قصة موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنكم إيه مستمعون، إنا معكم مستمعون، فأتي فرعون إلى آخره فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. دخلوا في موضوع الرسالة، ما جابش سيرة وما أسألكم أبدا. أدي واحد، سيدنا إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا، ولا تكلمش ما أسألكم عليه من إيه. أدي اثنين، سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. طيب وبعدين؟ كذبت قوم نوح اللي احنا بصدده المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أدي مين؟ أدي نوح. طيب وبعدين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. طيب وبعدين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وبعدين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. موكب كله يقول إيه؟ ما أسألكم عليه من أجر. فكأن الرسل بتقول لهم يا ناس افهموا لو أنكم فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه لكم من منفعة. نبقى احنا بنقدم المنفعة ولا احنا مش عايزين مين؟ منكم انتوا أجر. إنما هناخد أجرنا من مين؟ ليه؟ لأن المنفعة التي نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومها، إنما يقومها واضع المنهج ومنزله على رسله. طب ولماذا جت في الموكب كله كده وفي الرسول عندنا برضه؟ مش قال برضه لا أسألكم عليه أجر ولا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة؟ الله قال كده ولا لا؟ طب إيه الحكاية بتاعت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى؟ ما جتش الحكاية دي عندهم أبدا. قال لك لأنك حين تأخذ أجرا على منفعة تقدمها للغير لا بد أن لا يكون للغير معك منفعة. إنما واحد عمل لك منفعة وعملت له أنت حاجة يبقى واقع الأشياء إننا ما ناخدش عليها أجر منه. طب إبراهيم قال لك لأن إبراهيم لما دعا أول ما دعا عمه وعمه بقى كان وياه في التربية وله عليه حق هيقول له هات لي أجرة؟ ما يمكنش يقول فيه. طب وموسي؟ أم قال لك موسى إيه؟ ده موسى فرعون اللي مربيه وقاعد عمال قرة عين لي ولك وهو اللي خده امرأته قالت نتخذه ولدا ومش عارف إيه وعيروا بها في الآخر. قال له ألم نربك فينا وليدا؟ أنت نسيت الحكاية دي؟ فما بالك إذا قال له هات أجر بقى يقول له يا أخي ده ما مربيينك. إذا لا في إبراهيم ولا في موسى جاءت إيه؟ مسألة الإيه؟ مسألة الأجر. فإن توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء لأنكم لن تصيبوني بضر ولن تمنعوا عني منفعة إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله ده أنا مش أنتوا اللي قلتوا لي تعاللنا بالهدى علشان تأجروا منا أخذ أجركم؟ ده اللي بعثني هو اللي ياخد. هب أن لك صديق وبعثت أنت من عندك واحد عشان يعمل له عمل تبقى الأجرة تاخدها من مين؟ من اللي رايح تعمل له العمل ولا من اللي بعتك تعمل؟ من اللي بعتك تعمل. أمر منطقي وأمر طبيعي. فكذبوه رغم كده برضو إيه؟ كذبوه. فنجيناه ومن معه في الفلك. القصة بقى جت هنا إيه؟ مختصرة وجاب سيرة الفلك كده مع إن الفلك لها إيه؟ لها قصة طويلة علشان تعرفوا أن تكرار القصص في القرآن إنما جاء للقطات كل قصة جاء لها لقطة جديدة مجموعها تكون القصة الأصيلة. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. نجيناه ومن معه في الفلك كأن الأمر الذي جاء من العذاب كان المنطق أن يشمله لأن لا يقال نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك منه أنت كنت توشك أن تقع فيه. أما قال لك إيه وطوفان
فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. المفروض مثلا لما مطر ينزل تقوم الأرض تشرب، لكن ده المطر نزل من السماء والأرض مطلعة إيه، ولذلك شوف فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء على أمر إيه قد قدر، يعني أمر مقدر، حتى لا يقال إن دي ظاهرة طبيعية، لا يقالش إن دي ظاهرة إيه، نقول له طب يا أخويا اللي بتقول إنها كانت ظاهرة طبيعية وناس شافوا الطوفان وركبوا في السفينة، قال له طب هي السفينة دي كانت موجودة؟ ده قاعد يعمل في السفينة قبل كده بمدة، بدليل إن القصة القرآنية الثانية هتتكلم عن قصة الإيه؟ واصنع الفلك بإيه؟ بأعيننا ووحينا. طيب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه تسخرون، تبقى يعني هذه مسألة. وبعد ذلك اللي ينجو ده لوحده كده يوم ياخد حتى المواشي من كل فصيلة ذكر وأنثى، أم قال لك ده شوف التعبير حتى هنا، فنجيناه ومن معه. طب من معه دي من للعاقل، طب لكن ده وياهم حيوانات وطيور ومش عارف ايه مش كده، أم قال لك لا، لأن الحيوانات والطيور الأصل في وجودها لخدمة من؟ لخدمة الإنسان، يبقى لخدمة العقلاء دول. طب ولماذا تحرم هذه الأجناس المسخرة للتسبيح من أنها تعلم الحق فوق علم العقلاء؟ ليش؟ المعلموناش مش بيقبك ربنا، فبعث الله إيه؟ غراب. قال الغراب بيعلمنا احنا، وبعدين نقول ده حيوان، يا ريتك حيوان مش كده. فبعث الله غرابا ايه ليريه كيف يواري، هو بيعلمه. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك دي من الالفاظ التي تطلق على المفرد وعلى الجماعه، والفلك التي تجري في الايه في البحر. وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. الله. نجينا، احنا قلنا ان كل فعل كل شيء يتحدث الله فيه عن ذاته يتحدث عن الذات بضمير الإفراد، ولكنه يتحدث عن الفعل بضمير الجمع. لما قال إيه؟ إنني أنا الله، إنني أنا، إنما لما جه يقول في الفعل إنا نحن نزلنا الذكر، فكل شيء فيه فعل يجي بضمير الإيه؟ يجي بضمير الجمع، إنما الشيء اللي فيه الذات يجي فيه ضمير الايه الافراد. نجينا، كلمه نجينا وانجينا، انجى دي للتعديع، انجيت فلانا من كذا، انما نجى تدل على ان في معالجه ايه معالجه شديده، وما دام في معالجه شديده يبقى الفعل يتكرر، الفعل ايه يتكرر. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. خلائف مين؟ الخليفة هو الذي يجيء بعد سابق، يبقى خليفة. الخليفة دي مرة يجي للأقل ومرة يجي للأعلى. حين توجد العناصر المؤمنة في السفينة ويغرق الكل، يبقى جعل الصالح خليفة للطالح. لكن لما أقول خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه، وبعدين لما يقول وجعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون، إن كنتم مؤمنين تبقوا خليفة للفاسدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيه؟ لنستخلفنهم في الأرض ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم إيه؟ يعبدونني إلى آخر. فإذا الخليفة إما أن يكون صالح خليفة لطالح، وإما أن يكون طالح يخلف مين؟ يخلف فاسد.
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كان احنا قلنا الآيات إما آيات الاعتبار لتهديك إلى الإيمان بالقوة الخالقة، ودي آيات الكون كله، ومن آياته الليل إيه، ومن آياته الشمس إيه، ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن يبقى كل شيء في الكون يدلك على أن الكون مخلوق على هيئة الحكمة ولغاية، مش ضربة لازم كده، لا، مخلوق لغاية، بدليل إن الأشياء فيه منتظمة انتظام. إذا أردت أن تعرفها فانظر إلى ما ليدك فيه دخل وما ليس ليدك فيه دخل. كل ما ليس ليدك فيه دخل على استقامته لا يتغير، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل حاجة بإيه؟ لأن ما لناش إيد فيه. إنما لما يبقى لنا إيد في حاجة اختيارنا بيدخل، نبقى بنفسد ولا بنعمل إيه؟ بنفسد. فالآيات إن كانت بمعنى الأشياء العجيبة في الكون اللافتة إلى وجود الصانع تبقى دي الآيات الكونية، ودي مناط الاستدلال العقلي لوجود الإله. وإما أن تكون آيات أي أمور عجيبة جاءت على أيدي الرسل لتقنع الناس بأنهم صادقون في البلاغ عن الله، اللي بنسمها إيه؟ معجزة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. هذه الآيات الإيه المعجزة. يبقى إذن في آيات للقمة اللي هي إيه؟ آيات اللفتة إلى الحق، وفي آيات المعجزة اللي لفتة للبلاغ عن الحق، وبعدين آيات للأحكام اللي هي في القرآن آيات محكمات هن أم الإيه. يبقى الآيات كم حاجة؟ إما آيات تلفت إلى الحق الأعلى وهو الخالق، وإما آيات تثبت صدق الرسول المبلغ عن الله، هذا المرتبة الثانية، وإما آيات أحكام بالمنح. يبقوا كذبوا بآياتنا، أي آيات كذبوا بها؟ ده بده بالكل كذبوا بالآيات الكونية، فلم يلتفتوا إلى بديع الصنعة فيها وإلى حكمة التكوين والتركيب والرتابة، وكذبوا الآيات اللي جاء بها المعجزات، وكذبوا الآيات اللي جاء بها الأحكام. يبقى كذبوا بآياتنا واخد إيه؟ أشك كلها. طيب، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر الخطاب لمن؟ لكل من يتأتى منه النظر، وأولهم سيدنا رسول الله اللي الخطاب له. انظر، إنما تقول انظر لأمر حسي، إن وجهت نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليك. وهذه أمور غائبة، والأمور الحسية تقع مرة واحدة ثم تصبح خبرا، فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة فيه. ولذلك احنا قلنا ان الآيات اللي حدثت اللي جاءت معجزة للرسل كانت كلها آيات ايه؟ حسية كونية. الذي شاهدها آمن بها، الذي شاهد حكاية الطوفان يؤمن بها، اللي شاهد ان ابراهيم ده اترمى في النار مثلا، اللي شاهد ان مثلا موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق يؤمن به، اللي شاهد ان عيسى احيا الموتى واغلق من الطين، اللي شاف دي يؤمن به، واللي ما شافهاش ايمانه بها على قدر توثيقه لمن اخبر. فان كان المخبر احنا امنا بها لان القران ايه؟ لان القران قال إيه؟ لكن المعجزه اللي هي الحسيه دي الكونيه اللي تقع مرة واحدة، فمن رآها فهي حجة عليه، ومن لم يرها فإيمانه بها على قدر التصديق، ما تنفعش. وانا هنا ليه؟ لأن الرسالات السابقة كانت رسالات موقوتة، موقوتة زمانا ومكانا، فجاية الآيات على قد الناس اللي ايه اللي يشوفوا. لكن الدين اللي جاي علشان ينتظم الناس منذ أرسل رسول الله إلى أن تقوم الساعة، تنفع فيه الآية الكونية؟ تبقى لازم تيجي فيه آية باقية، آية إيه؟
مش تنتهي مرة واحدة وتنتهي زي عود الكبريت نولعه وخلاص وانتهت، لا، بحيث يستطيع أن يقول من يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم الساعة بلحظة يقول محمد رسول وتلك معجزته. محمد رسول وتلك، اللي تبع رسول تاني ما يقدرش يقول رسول وهذه معجزته، لأنها إيه؟ أمر حسي انتهى. وهذا هو السبب في أن القرآن جاء معجزة لرسول الله، معجزة عقلية باقية، يستطيع كل من يدعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول محمد رسول وتلك معجزته. فانظر، ساعة تقول لك فانظر، نقول له حينظر إيه؟ ده ما حصلت الحكاية دي وانتهت. إنما تقول انظر لشيء موجود يمكنه أن يحس. أما قال لك أهديا كما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده حكاية الفيل حصلت إمتى؟ متى حصل؟ ده في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة. طب هو النبي ده كان ده اتولد عام الفيل، هو اتولد عام الفيل يعني العام اللي حدث فيه حادثة الفيل. طب أين هو من إنه ألم ترى؟ ما شافهاش طبعا، إنما شاف الناس اللي كانوا قبل كده. أم قال لك علشان فارق الأداء، أن عينك تشوف الحاجة وودنك تسمع وكل حاجة، إنما من الجائز أن تخدعك هذه الحواس. إنما إذا قال لك الله قولا هو غائب عنك وغير مسموع لك الآن وغير مرئي لك الآن وربنا قاله، يبقى خذه على أنه أقوى من رؤية العين، خذه على أنه إيه. ولذلك لما يجي يفسر ألم ترى كيف فعل ربك، ألم تعلم. طب وعدا ليه عن ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ ليدلنا على أن العلم المأخوذ من الله عن أمر غيبي يجب أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأي العين وليس مع العين أن. بقول له فانظر، كأن يعني دي مسألة إيه؟ انظر يعني اعلم. فكأن المسألة مجسمة عند ما دام ربنا قال تبقى المسألة إيه؟ مجسمة عند الرسول كده وعند من يؤمن بالله كأنه إيه؟ كأنه شايف. ساعة ما يسمع القصة كأنه إيه؟ ليه؟ لأن الذي يقدح في الأخبار إنما خوفك من أن يكون المخبر كاذبا. اللي بيقدح في الخبر إيه؟ يمكن يكون المخبر كاذب، إنما إذا كان المخبر إيه؟ صادق، تقول لما يقول حاجة أنا مش شايفها تبقى هي إيه؟ تبقى هي واقعة، لأنه لا يتحدث إلا عن إيه؟ إلا عن واقع. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله ما قالش الكافرين، قال لك لأننا قبل ما نعذب أنذرنا، ومن أنذر يبقى أعذر ولا ما أعذرش؟ ما خدناهمش على وماهم، ده احنا أنذرنا. طب فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، انظر الخطاب لرسول الله، وخطاب رسول الله مطمور في أمته أيضا. ايه يعني معناها؟ اما قال لك دي تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم، فان صادفك من قومك ما صادف قوم موسى فاعلم ان العاقبه ستكون لك كما كانت العاقبه لمين؟ لنوح. يبقى ده تسليه لمين؟ تسليه وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله، بان ناس وقفوا للرسول وحصل لهم ايه؟ وحصل لهم كذا وكذا وكذا. والى لقاء اخر ان شاء الله.